بدليل. وما اعرفش حد جالك على المينا ده يا كامل؟ ايوه فندم. طب ما تقول، قول للناس. انا كنت افتتك في الاخر اقول بس بعد كلام سيادتك، طبعا ما فيش كلام وما فيش تاكيد، ولكن سيادتك اسمح لي ان انا باكد وده موجود حقيقه، هذا النهج يا فندم اتى ثماره. احنا عندنا النهارده يا فندم، النهارده مينا اسكندريه اللي احنا سيادتك هتشوف المحطه بتاعتها اللي لسه ما خلصتش، احنا متعاقدين مع اكبر مشغل اوروبي، اقول اسماء يا فندم، شركه سي ام اي وسي جي ام، متعاقده معانا يا فندم على تشغيل واداره فقط. احنا المينا بتاعتنا، الرصيف بتاعنا، المحطه بتاعتنا ملك مصر، وهو جاي مشغل فقط لمحطة تحيا مصر. رصيف 100 النهارده يا فندم عندي اكتر من مشغل، ولكن اقربهم للتعاقد معانا واحنا لسه يا دوب بنردم فيه، شركه صينيه رقم واحد في العالم، شركه هاتشسون. عندنا يا فندم في مينا دمياط اكبر تحالف عالمي، خط عالمي هاباج لويد مع يورو جيت الماني مع كونشيب ايطاليا، تحالف كبير جدا يا فندم. من يوم ما بدانا يا فندم وحلينا مشكلتنا في محطه دمياط، عملنا مذكره تفاهم معاهم تاني يوم، النهارده جاهزين يمضوا العقد. احنا فندم، انا اسف فندم في الكلمه، احنا الوقت بنتشرط بنتبغدر، انا اسف بالبلد يعني، بنقول لهم طب نزود دولار في الحاويه، طب نزود، لان احنا الوقت بنتكلم من موقف، مش هقول موقف قوه، موقف ثابت وقوي بناء على تنفيذ توجيه سيادتك. اصبحت المينا بتاعتنا كل الناس بتتسابق، النهارده مينا السخنه واحنا لسه تاني يوم ما سيادتك اطلقنا العمل فيها بتوجيه من حضرتك، تاني يوم اي حد بيجي يقول انا عايز مينا دمياط، اقول له طب والباقي؟ يقول لي انا عايز اروح اخد محطه في مينا السخنه. عندنا النهارده ثلاث مشغلين يا فندم، اخواتي اللي موجودين فيها، ثم الصينيين، ثم الالمان، النهارده يا فندم جاهزين يوقعوا عقود، ولكن انا ما بقدرش اعمل اي حاجه الا لما يتعرض على حضرتك وحضرتك تصدق، جاهزين للتعاقد يا فندم بكره على مينا السخنه ال 12 كيلو جاهزين يا فندم.